مرحبا، اسمي نعيمة وأنا طالبة من جامعة سواس في لندن، وكنت بدرس في جامعة النجاح في نابلس في سنتي في الخارج. سنتي كانت كتير ممتعة في نابلس، ودرسنا كتير من أشياء عن تاريخ فلسطين وسياستها، الأدب العربي، العامية الفلسطينية، القواعد والعلم العربي بشكل عام كمان. والمدرسين كانوا كتير لطيفين معنا، وكانوا بساعدتني في كل أشياء، في دروسي، في لغتي، وفي حياتي كمان في فلسطين. وأنا كتير مبسوطة عشان التقيت معهم وشفت فلسطين.